حقيقة اليوم احنا مع حظر التجوال، لكن اليوم حظر التجوال سبب لنا اشكالات كثيرة وارباك المواطن وازمة اقتصادية بالمدينة سوف تحدث اذا اصبح حظر التجوال شامل على المواطن. على الدولة ان توفر للمواطن كل احتياجاته، وعلى الدولة ان تتعاون مع المواطن والمواطن يتعاون معها حتى في سبيل نبني مجتمعنا ونحافظ على صحتنا وسلامتنا وسلامة المواطن. اليوم نطالب من الدولة توفير المال، توفير الأموال للمواطن. اليوم المواطن أصبح يعني خاصة الفقير الذي عنده قوت يومه، بس يشتغل بقوت يومه، لازم على الدولة أن توفر له الأموال حتى في سبيل يعيش، يلتزم بالحظر حتى في سبيل الوقاية من فيروس كورونا. نسأل الله تعالى أن يبعد فيروس كورونا عنا وعن المسلمين، وأن يحفظ بلدنا وسائر بلاد المسلمين. أستاذ العزيز، طبعا من البداية حظر التجوال صار لقائم أكثر من 4 أشهر بعموم العراق، يعني الناس فان حظها، الناس يعني أهل الدخل اليومي، الناس يعني تحتاج مساعدات، تحتاج من الدولة أنه تساعدها، يعني العامل، أهل أصحاب المحلات منين يجيبون، منين يدفعون إيجارات، يعني أهل المحلات يطالبون من أهل الملك أنه يخفضون الإيجارات، يعني ليش؟ أبو الملك ما ملتزم ينزل الإيجار، لأن هو هم صاحب عائلة وصاحب يعني مطلوب من عنده مصرف البيته، يعني شلون بهيك حالة؟ فإحنا نطالب الحكومة المركزية أنه توفر مساعدات لأصحاب الدخل المحدود، لأن العالم تدمرت. يعني اليوم 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 4 أشهر على حظر التجوال، احنا مع حظر التجوال للوقاية وحماية أنفسنا، بس الفائدة شنو؟ الفائدة أن الحكومة ما تساعد المواطن. موضوع الحظر التجوال هذا اللي اليوم يعاني منه المواطن العراقي بشكل عام وذوي الدخل المحدود والعوائل المتعففة والفقيرة، هذا هو موضوع آخر بحد ذاته مشكلة. يعني أنت لازم تطبق القانون وهذا شيء ضروري، لكن في حال تطبيق القانون هناك على الدولة حقوق، ولكل مواطن إلى حق وعليه واجب. الواجب اللي عليه أنه يلتزم بقرارات الدولة، والواجب اللي على الدولة أن تؤديه أن توفر لقمة العيش لهذا المواطن اللي الشرائح اللي ذكرناها.